معانا سؤال بيقول: ما الفرق أو الفارق بين القسط والعدل، وما الفرق بين القسط بالكسر والقسط بالفتح، كما في قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هو عايز يعرف الفروق بينهم. مادة القاف والسين والطاء، مادة القاف والسين والطاء أصلا في اللغة العربية بيدل على معنيين متضادين، عشان التشكيلة الواحدة بتفرق في اللغة العربية. القسط اللي هو العدل، اللي هي بكسر القاف، يقال منه أقسط يقسط، اللي هو يعني قام بالعدل، زي كما هو وارد في قول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين، أهل العدل والإنصاف. و المقسط من الفعل المتعدي أقسط، أي العادلين. والقسط اللي هي بفتح القاف معناه الجور. يبقى الفرق بين القسط والقسط إن القسط كسر القاف، والقسط بفتح القاف اللي هو الجور، يعني الظلم. والقسوط اللي هو العدول عن الحق، إن الواحد ما يكونش عادل فيعدل عن الحق إلى الظلم. يعني إذا الإنسان قسط، إذا جار وظلم، ومنه اسم الفعل هو قاسط، يعني جائر ظالم، واللي جاي منه قول الله تعالى: وأما القاسطون، يعني الظلمة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني أهل الظلم يبقوا حطب لجهنم، اللي هم أهل الجور وعدم العدل. طيب ايه الفارق بقى بين القسط والعدل؟ احنا كده شفنا قسط وقسط، هنتنقل بقى لمادة العدل. ايه الفرق بين القسط والعدل؟ القسط هو العدل، وبيكون يعني فروق بسيطة، يعني بيكون في الوزن وفي غيره، بيجي في الحديث عن الأوزان وكده، زي كلمة القسط اللي بتستعمل في القرآن الكريم. كلمة القسط بتستعمل في القرآن الكريم في معنى الوزن، زي ما في قول الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل بالحق وعدم الجور. وفي قول المولى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وزي ما بتستعمل كلمة القسط اللي هو معناه العدل في الوزن في الموازين، بتستعمل كمان في غيره، زي ما في قول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، في مسألة الفصل والقضاء بين الناس. وكما هي في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا أهل عدل وأهل حق، وما تجروش وما تظلموش. إذن القسط بيكون في الأمور الظاهرة، استعمال كلمة القسط في الأمور الظاهرة. أما العدل، استعمال كلمة العدل، الفروق البسيطة دي بين القسط والعدل، وهما الاتنين بمعنى العدل. العدل كلمة أعم في الاستعمال من القسط، هي بتشمل ما يظهر، يعني تشمل ما يظهر وما في السرائر كذلك. لذا جاء التعبير القرآن الكريم عند الحديث عن الصلح بين المسلمين، كما هو في سورة الحجرات: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهما، بين الفريقين المتخاصمين دول من المسلمين، اعدلوا بينهم ظاهرا وباطنا. فالأمر بالعدل أمر عام، والأمر بالقسط أمر خاص. والله تعالى أعلى وأعلم.